مرحبا، أنا الأسيرة المحررة عهد التميمي، عمري 18 سنة. بشكر جريدة الأنباء اللبنانية لأنه أعطتني الفرصة إنه أحكي وأوصل رسالتي وقضيتي بخصوص صفقة القرن. إحنا دائما بنرفضها ومستحيل نقبل بهيك إشي. نوجه رسالة لترامب إنه مش هو ولا الاحتلال اللي بحدد القدس لمين ولا الجولان لمين. الجولان والقدس عربيات وراح يضلوا عربيات وراح يضلوا إلنا. بمناسبة يوم الأسير بحكي لكل الأسرى إنه إحنا معكم ومش راح ننساك، وإن شاء الله كلكم بتتحرروا وبنلقى على أرض الحرية. بوجه رسالة لكل الأطفال بمخيمات لبنان إنه أنتم قوتنا وسندنا. إن شاء الله بنلقي بفلسطين وهي محررة. احنا بنستمد قوتنا وانتو بتعطونا امل كبير عشان نكمل هون بالنضال عشان ناخد حقنا. كمان يعني احنا بنحكي انه حقنا انه نواجه الاحتلال ونقاومه بالطريقة اللي احنا بدنا اياها، واحنا مع كل اشكال المقاومة شو ما كانت، لانه كل شكل من اشكال المقاومة راح يعطي نتيجة. إن شاء الله فلسطين بالأيام الجاي والقريبة راح تكون محررة، كلنا نكون مع بعض. وبشكر كل حدا بسمعنا وبوصل رسالتنا للعالم. شكرا لكم.